عن الكرة الإيطالية، في أنباء كتير إن يوفنتوس مش محتاج رونالدو الفترة اللي جاية أو هيتم بيعه يعني قبل انتهاء عقده بسنة، وإن باريس سان جيرمان بيترقب طبعا إن هو ياخد كريستيانو رونالدو. هل شايف إنه يوفنتوس بعد رونالدو هيبقى ليه شكل تاني؟ هل صح أو خطوة صحيحة إن يوفنتوس يستغنى عن رونالدو في الوقت ده؟ أولا أنا لا أعلم إن كان رونالدو سوف يبقى أو يذهب إلى فريق آخر، ولكن بالطبع سوف نفقد رونالدو لأنه لاعب قوي وكذلك هو هداف قوي، حين يلعب يحقق أهداف ولديه القدرة ولديه التركيبة البدنية، وبالتالي هو من الصعب الآن أن نجد له بديلا. ولكن ماذا سيفعلون؟ سيأخذون صلاح مثلا؟ أعتقد أنه ليس ما سوف يحدث يعني، ولكن هؤلاء اللاعبين الكبار زي رونالدو صلاح وهذه الأسماء اللامعة لا يمكنك أن تجد أمثالهم بسهولة، وبالتالي أود أن أقول أيضا أنهم من المستحيل